أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، مخصصها للحديث عن أبعاد تحركات المبعوث الأممي لإعادة المسار السياسي وواقع انعكاس التطورات الميدانية في المحافظات الجنوبية على المشهد. أكد المبعوث الأممي في لقاء مع الرئيس هادي بمقر إقامته في الرياض أن حل الأزمة اليمنية لن يأتي إلا عبر الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي. من جانبه قال الرئيس هادي أن حكومته تعمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة والتمرد في محافظات عدن وأبين وشبوة وإيجاد الحلول لها. يأتي هذا اللقاء في ظل تحركات يجريها المبعوث في صنعاء والرياض وعدد من الدول لإعادة مسار العملية السياسية وتنفيذ اتفاق ستوكهولم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد السياسي في ظل احتدام القتال على الأرض؟ وما هي أسباب تضاؤل الاهتمام الأممي إزاء الأحداث في المحافظة الجنوبية؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. في ظل واقع عسكري محتدم وتطورات ميدانية غيرت من معادلة السيطرة والتموضع في جنوب البلاد بعد التمرد المدعوم إماراتيا، تعود تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للبحث عن إعادة المسار السياسي المتعثر منذ اتفاق السويد. المبعوث الأممي الذي نشطت تحركاته خلال الأسابيع الماضية بداية من صنعاء وصولا إلى الرياض بحثا عن إحراز تقدم في ملف الأزمة والحرب اليمنية، ما تزال تحركاته ورؤيته للحل محل انتقادات عديدة فيما يخص تعامله وانحيازه مع ميليشيا الحوثي وعدم فرده مساحة كافية للاهتمام بأحداث محافظات الجنوب والتمرد على الشرعية هناك. إعادة المسار السياسي وبحث سبل المساعي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات المنكوبة كان أهم الدوافع التي حركت المبعوث الأممي لبدء جولاته مجدداً، حيث التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن وإعادة المسار المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. تحركات المبعوث الأممي جاءت بعد جولات سابقة شملت الرياض وأبوظبي وموسكو والعاصمة العمانية مسقط، سعيا لتوسيع دائرة الفاعلين في الملف اليمني كما يقول مراقبون، ومحاولة لكسر الجمود الذي خيم على جهوده لتحريك العملية السياسية، بالإضافة إلى محاولته تجنب سيل الاتهامات التي وجهت إليه بتحجزه لتنفيذ مطالب ميليشيا الحوثي. تحرك أممي متسارع لإعادة مسار الحل السياسي أمام مشهد عسكري زادت تعقيداته في الشمال والجنوب، خاصة بعد تصاعد رغبات السيطرة العسكرية وغياب ملامح الحل السلمي في البلاد. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك معنا سيد عبد الناصر. إذن تحركات ومحاولات عديدة من الأمم المتحدة عبر مبعوثها لإعادة المسار السياسي، باعتقادك ما جدوى الحديث عن استئناف العملية السياسية مع الحوثيين في ظل تصاعد الأحداث جنوبا هذه المرة؟ مساء الخير. لا يبدو بأن هناك أي إمكانية لأي مفاوضات، بس المبعوث الأممي ضمن عمله وزي ما يقولوا بيحل معاشه بيسافر هنا وهناك وبيخلق لنفسه جو بأنه بيعمل شيء وبأن هناك ترتيبات، لأنه الظروف عندما كانت أفضل من الآن، يعني أقل تعقيدا من الآن، لم يستطع أن ينجز شيء لا هو ولا المبعوث السابق ولد الشيخ. وبالتالي الآن هو فقط هو نفس استمرار نفس الكلام ونفس اللغة الإنشائية، لأنه أيضا هو ملزم كل نهاية كل شهر أن يقدم إحاطة لمجلس الأمن، يعني حيتكلم. رحت صنعاء وقابلت الحوثيين وهذولا والجميع أبدى استعداده ورغبته بالسلام، يعني كلمات ليس لها من معنى، لأنه
أيضا هناك رغبة من بعض الدول الكبرى بأن بالبحث عن مخارج للمشكلة التي تزداد تعقيد في اليمن. نعم. وهذه طبعا مجرد يعني اهتمامات وأماني. سيد عبد الناصر، كيف يمكن تفسير تجاهل موقف المبعوث الأممي بتجاهل أحداث الجنوب؟ أيضا هذه بيشير إلى أنه بيحاول أن ينأى بنفسه عن القضايا الشائكة والخلافية، رغم أنه أحداث الجنوب واضح فيها أن في بين قوسين اعتداء على السلطة الشرعية وعرقلة لجهوده والعملية السلام بشكل عام والاستقرار في اليمن. نعم. ولو كان يريد أن يتصرف بشكل أوضح لا يعني على الأقل أبدى تصريحات أو أنه تحدث عن ما يحدث في الجنوب، هو فقط في حاطتين مجلس الأمن يعني عبر بشكل خجول عن إدانته للعمل، لكنه لم يتحرك خطوة للأمام. إضافة لذلك يعني الأمم المتحدة في أحداث عدن وفي الأحداث اللاحقة حاولت أنها يعني لا تتعامل معها وكأنها مش ضمن التفويض، يعني كانوا بتعامل وأنه مفوض فقط بالبحث عن النزاع بين الحوثي كطرف والأطراف الثانية الأخرى التي هي الشرعية كطرف آخر. طبعا هناك حديث الآن إذا ما تم استئناف العملية السياسية مع الحوثيين، برأيك ما مدى ثبات وقوة الموقف الحكومي؟ ما فيش ما يحدث شيء أولا، يعني يبدو من المستبعد أن يحدث أي لقاء، وحتى لقاء السويد هو لم يتم برغبة الطرفين، تم برغبة دولية أجبر الطرفين على الوصول إلى السويد، وكان هناك إرادة دولية بتمرير ما سمي باتفاق السويد. أما في الوضع الحالي لا أعتقد أن هناك أيضا لا نفس الظروف، لأنه ظروف السويد أتت نتيجة للمعارك في الحديدة ولرغبة الدول النافذة في العالم بوقف معركة الحديدة. لهذا السبب تم عقد اجتماع السويد، لكن في الوقت الحالي ليس هناك من أسباب ملحة تستدعي اجتماع مثل هذا، خاصة وأنه الاتفاق الذي تم والبيان الذي تم في السويد لم ينفذ منه إلا الشق المتعلق بوقف إطلاق النار، بينما كل البنود متعثرة ما فيها البنود التي كانت تبدو سهلة وعلى أساس أنها بنود لبناء الثقة. لهذا الحديث عن مفاوضات في هذا الوقت يعني أمر أشبه بترف، خاصة وأن المشهد الآن بيخلق معطيات جديدة على الأرض لا زالت أيضا في طور التشكل حتى لم تشكل بعد. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. أرحب بضيفتي من المنامة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء. أهلا بك. عودة للتحركات الأممية من جديد من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، باعتقادك يعني لماذا هذا التركيز الأممي على ملف الحديدة في هذا التوقيت والتقليل من الأحداث العسكرية المحتدمة جنوب البلاد؟ هو ليس لديه إنجاز آخر، يعني ببساطة هذا كل ما في الأمر. الرجل لا يستطيع أن ينجز شيء آخر، فهو يتحرك ضمن البند الأممي 22/16. بالنسبة له كانت الجزيرة الجنوبية متجاهلة من المكتب، كان بيتعامل دائما معها على انها قضيه مؤزره لمرحله ما بعد الحرب، وانه الحرب هي حاليا ما بين الحكومه الشرعيه والحوثيين، والحل هو انخراطهم الطرفين انخلاف هذين الطرفين في المفاوضات والتزامهم بنتائج المفاوضات. نعم. فبالتالي اتصور انها لها علاقه بجهل المطوفين المكتب الاممي بضعف قطاعاتهم فعاليتهم وبإفلاس بس الاختصار.
نعم، يجري الحديث عن توجه إقليمي مدفوع بحالة من اليأس مع استمرار المعركة للدخول في تسوية مع الحوثيين تقفز على اتفاق ستوكهولم ربما. هل ترين ذلك ممكنا في هذا الظرف؟ وما طبيعة هذه التسوية إذا كان فعلا يجري التحضير لها؟ سوريا طبعا حيكون مبني على فكره ان الحكومه بعثت بشكل كبير بعد خروجها من عدم ضامن الانجاز لانها تقدر توقف الانتقالي في شبوه، لكن الذي حدث في عدن كان فعلا فارق. ايضا الامم المتحده استطاعت انها تتجاوز، او المكتب المبعوث الاممي انه يتجاوز عقبه الشرعيه يتعامل مع قوى الامر الواقع الموجوده اللي هي لجنه الانتقال في الجنوب والحوثيين بالشمال، وتجاوز فكره المرجعيه الشرعيه، لان المرجعيه الشرعيه كانت معقده، وفكره انه هو وضع حل ضمن المرجعيه الشرعيه كانت فكره شديده الصعوبه، لكن فكره تاسيس حل على اساس الامر الواقع فكره اكثر سهوله بكثير. من يمتلك السلاح وسيطر على الارض الواقع هو صاحب القرار، وهو الذي ينخرط في المفاوضات. في النهايه المجلس الانتقالي هو جغرافيا لا يدخل في اطار، يعني لا يطالب الحوثي بمناطقه، والعكس صحيح. فبالتالي هذا يمكن يكون اسهلهم في التعامل من الشرعيه، فكره الشرعيه اللي هي لا زالت اطار مرجعي بيوحد البلد، وهذا بيصطدم مع الحوثيين الرافضين تسليم الاسلحه الثقيله وعندهم مخاوف من مساله الانسحاب وال نعم. لكن إذا ما سيطرت الحكومة الشرعية على الوضع في الجنوب، يعني ألا يعزز هذا موقفها فيما سيكون من مفاوضات ستوكهولم؟ سيطرت الحكومة الشرعية على الجنوب، اتفاق ستوكهولم أنا أعتقد أنه ميت صار، يعني الآن الاتفاق هو متوقف على أن الحوثيين الحوثيين المبدعين انسحبوا بشكل تمثيلي، احنا كلنا عارفين هذه المساله. وصارت المساله متوقفه على الحوثيين، وعلى انهم في النهايه الحوثيين بالنسبه لهم اتفاق ستوكهولم هو مثل شيك على بياض. هم كانوا كل اللي يطمحوا له انه يحصل وقف اطلاق نار فورا ويوقف تقدم قوات التحالف. مجرد ما حصل وقف اطلاق النار ووقفت قوات تقدم قوات التحالف، الموضوع انتهى بالنسبه له. هو الآن بنى دفاعاته من جديد، وهو صار رتب وضعه بشكل أفضل من جديد، ويعلم أنه المعركة الساحل الغربي هذه لن يصعب إعادة شنها من جديد. نعم، تفضلي بالضبط. فبالتالي المسألة أتصور أنها انتهى هذا الاتفاق. إذا كانت الأمم المتحدة تريد عودة المسار المفاوضات، سهل عليها أن تتحدث من نقطة أخرى، لكن البناء على ستوكهولم أتصور أنه فكرة يعني كارثة. نعم، تفضلي بالبقاء معي سيدة ميساء. أعود إليك سيد عبد الناصر، كيف تفسر جمود العمليات العسكرية مع الحوثيين وتراجع وتيرة التصعيد من قبل التحالف أيضا؟ بعد معركة الحديدة لم يعد هناك من معركة يتم الإعداد لها بشكل كبير لحدوث اختراق استراتيجي. كانت معركة الحديدة هي الذروة التي وصلت لها الإمارات تحديدا، يعني هي حتى لم تكن السعودية بنفس الحماس، الإمارات حشدت لها كل طاقتها، وعندما تدخل العالم وتم إيقافها حدث من حينها توقف عن الاهتمام. الآن فقط القوات التي في الحديدة دورها دور دفاعي، لم يعد هناك دور هجومي، بالإضافة أنه حتى دورها الدفاعي في وضع حرج. الحوثيين يبدو بأنهم يعدون العدة لحدوث اختراق استراتيجي، ويبدو أن الأحداث في الجنوب تساعدهم، بمعنى أنه لو صحت الأنباء بأن هناك بعض الفصائل المحسوبة على الانفصاليين ستتحرك وستخلق مواقع حافلة من الساحل الغربي والتحرك إلى الجنوب، وهذه قد تكون إحدى وسائل الإمارات للضغط على السعودية، بمعنى أنها لو شعرت بأن جماعتها في الجنوب في وضع سيء ربما أنها تطلب من القوات التي هي لا زالت تابعة لها، يعني هذه القوات الموجودة في الساحل الغربي تمويلها يأتي من الإمارات حتى الآن،
رغم أن السعودية قد وضعت أو قيل بأن السعودية أصبحت هي حلت محل الإمارات، لكن نعرف أن السعودية لأسباب كثيرة ليست قادرة بأن تحل محل الإمارات. القوات التي شكلت في الساحل الغربي صاغتها الإمارات لأجندتها هي، وهذا بالطبع يختلف عن أجندة السعودية. لهذا السبب من الممكن أن نشهد إذا ما استخدمت الإمارات هذه الورقة أن تطلب من هذه القوات أن تنسحب، أن تكشف الجبهة في الساحل الغربي، وهذا أمر سيكون في صالح الحوثي. الحوثي قد يستغل هذه الفرصة ويحدث اختراق استراتيجي يؤدي إلى نكسة في هذه المنطقة. والإمارات يعني إلى حد ما هي بتلعب الآن على أكثر من وسيلة من هذه الوسائل، هي الفوضى من بعد الفوضى، بمعنى أنه إذا لم يتم ترتيب الأمور وفق الطريقة التي كانت تريد أن ترتبها، لأنها كما يبدو أن أحداث عدن كانت ضمن خطة وهي تمكين الانفصاليين في الجنوب وتمكين طارق صالح وجماعته في الساحل الغربي، وبالتالي وضعهم في داخل ما يسمى السلطة الشرعية وكمتمكنين في هذه السلطة، وبعد ذلك أيضا تمكينهم من السيطرة على الأرض وحتى محاربة الحوثي. ولكن بعد هذه الترتيبات يبدو الآن أن هذه الخطة فشلت حتى الآن، ومن ثم الإمارات يبدو أن الخطة بالنسبة لها أن تدربك العملية أكبر على السعودية، ومن ضمن ذلك ربما أن توعز جماعتها في الساحل الغربي بأن ينسحبوا، بأن يكشفوا جبهة الساحل الغربي، وبالتالي يحدث اختراق هناك وتخلق حالة من الفوضى وحالة من الوضع الأكثر سوءا للسعودية والأكثر سوءا لليمن بشكل عام، يعني تزيد المزيد من الفوضى. وهذا أمر محتمل في هذا الوضع الهش، لأنه الآن كل ما يحدث في جميع المناطق هي مناطق رخوة جميعها، عن أي إنجازات أيضا تظل إنجازات رخوة يمكن تبدلها. نعرف اليوم أنه هناك نسمع أن هذا المعسكر الصباح كان مع الشرعية وفي الظهر أصبح مع الانفصالي، ويمكن في الليل يصبح مع الشرعية وهكذا. هذه المنطقة نسمع أنها مع الشرعية، وبعد شوية نسمع أنها أصبحت مع الانفصالي، وبالتالي الوضع هش ورخو يصعب البناء عليه لأي طرف من الأطراف. نعم، ابقى معي سيد عبد الناصر. أعود إليك سيدة ميساء، برأيك إلى أين يتجه اليمن في ظل تنامي القدرات العسكرية للحوثيين والفوضى في الجنوب؟ بشكل عام تقصدي أو بمسألة المفاوضات الأممية؟ سواء على الصعيد، نعم، على الصعيد السياسي إلى أين يتجه اليمن؟ حتى لا مش متضحة الصورة، يعتمد على حسب ما سوف تصدر عنه معارك في الجنوب. أتصور أنه الحكومة تضطر للتفاوض مع المجلس الاتجاهي بشكل أكثر، ربما أتصور أنه ممكن يكون في واضح أنه في رغبات لملمة الوضع في الجنوب من قبل قوتي التحالف اللي السعودية والإمارات، فيعتمد على ماذا سوف تصدر عنه المفاوضات ما بين الحكومة، وهذا يعتمد أيضا على الواقع العسكري. الآن واقعهم نقدر نقول متساوي حاليا، لأنهم بيمتلكوا عدن وهي مهمة، وهؤلاء وقفوهم عند شبوة وهي أيضا مهمة، فبالتالي حتى الآن غير واضح، يعني صعب أن تتحدث ما الذي سيحدث غدا في اليمن. بخصوص الحوثي فهو مستخفي في مناطقه، وعمليا هو بيرتب نفسه على فترة حكم طويلة كما هو واضح من خلال المراكز السياسية، من خلال مناهج التعليم بغيرها، واضح أنه بيرتب أموره على أنه سيحكم لفترة طويلة من الزمن في الشمال، وأن الحرب مستمرة لفترة طويلة لا شيء يضغط عليه. نعم. هذا في مناطق لا أحد يهدده، وهو في أحسن أوضاعه حاليا. أما الجنوب، الفوضى في الجنوب فحتى الآن ما غير واضح المسألة لأين تتصل ما بين الحكومة الانتقالية.
نعم، كنت قد تحدثتي عن إذا ما أراد الأمم المتحدة والحكومة الشرعية العودة إلى مسار المفاوضات عليهم العودة من نقطة أخرى غير اتفاق ستوكهولم، ما هي هذه النقطة أو ما هو هذا الملف؟ أنا أتصور أنهم إذا يريدوا فعلا مفاوضات الحوثيين يريدوا الاعتراف الإقليمي من السعودية والخليج، يشرعن وضعهم في الشمال، وأعتقد أنهم عندهم استعداد في خوض مفاوضات في إطار سياسي شامل يشمل كل شيء، فأتصور أنهم عندهم رغبة أكثر في خوض هذه المسائل لأنهم عندهم استعداد في الالتزام بالمفاوضات إذا في ضامن سعودي، إذا في جائزة في النهاية أنهم شرعنت أوضاعهم لحد تستنزفهم اقتصاديا، يعني هم موارد دخلهم بسيطة مش كبيرة. فأتصور أنه الحوثيين إذا أرادوا فهو لازم حل سياسي كامل، لكن تجزئة الحل أعتقد غير مناسبة للحوثيين. طبعا الحكومة مسألة بالنسبة لها مجرد ضغط دولي إقليمي، لو تعرضت له أعتقد أنها تخضع على أي اتفاق، وليس هناك أسوأ من خضوع الاتفاق مثل اتفاق السكون. نعم، سيدة ميساء شجاع الدين من المنامة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد عبد الناصر، لماذا هذا الإصرار على تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ظل فشل أو الفشل المتكرر واستمرار تصلب مواقف الحوثيين؟ هو مش إصرار، هو لأنه في اتفاق أو جاهز وهناك بنود لم تطبق فيه، فيتم الحديث أو إيهام العالم بأن هناك عمل في هذا الملف، لكن هذا الملف هو أيضا ملف جامد تماما. حتى الآن الأمم المتحدة لم تستطع أن تعين رئيس للمراقبين، أيضا الغالبية العظمى من المراقبين الذي يفترض كانوا أن يصلوا اليمن من فترة، الحوثيين رافضين أنهم يمنحوهم فيزا الدخول، وبالتالي الموضوع مجمد تماما. لكن هؤلاء بيشغلوا شغل ما يسمى شغل مكتبي، شغل بيروقراطي، بمعنى أنه أمامهم ملفات بيدعوا بأن هذه الملفات بيحاولوا يحركوها وأنهم بيشغلوا فيها، وهذا بس يفيدهم بأنه أمام العالم، أمام مجلس الأمن، أمام يصوروا بأن هناك شيء يحدث ما في على الأرض. ولكن نحن نعرف بأنه الوضع العسكري شبه جامد، وحتى في هذا الوضع هو أيضا لصالح الحوثيين الذي هم الطرف أقوى طرف في اللعبة الآن. الحوثي مسيطر على أغلبية السكان، لديه مؤسسات دولة ولديه قيادة مركزية، لديه مشروع واضح، يعني لديه السيطرة على المنطقة الحصينة من اليمن، وبالتالي هو في وضع أفضل بكثير من خصومه الذي هم أصبحوا أيضا البعض منهم لا يتعامل مع الحوثي أنه خصم، يعني المجلس الانتقالي على العكس هو يريد يثبت الحوثي في الشمال لكل شرعية في الجنوب، والحوثي أيضا نفس الشيء يريد أن يثبتوا هؤلاء أنفسهم في الجنوب ليقول للعالم أنه انتهت الشرعية، ليس هناك موجود لشرعية، وأن على العالم أن يوقف هذه الحرب وأن يتم التفاوض كما الآن بيروج الحوثي يقول التفاوض على الذي هم مسيطرين على الأرض، بمعنى هو وحزب الإصلاح، وأيضا هو بيضيف المؤتمر رغم أن المؤتمر عمليا ما ليس لديه سيطرة باستثناء السيطرة المحدودة في الساحل الغربي. نعم. وكذلك المجلس الانتقالي، الحوثي عنده منهجية أخرى ويريد هذا الوضع، نفس الشيء الانفصاليين يريدوا وضع شبيه بهذا، أن يتم التفاوض معنا كممثلين للجنوب والحوثي ممثل للشمال وممكن أطراف أخرى، لكن هذا يتفاهموا حول الشمال، بمعنى أنه كل هذه الأطراف ليست لديها نية
للتفاوض حول اليمن كدولة كبيرة، دولة واحدة، وحول مشروع سياسي للكل. كل واحد عنده مشروعه الخاص يحاول أن يجد له من خلال التفاوض مساحة ليتوسع في من خلالها. سيد عبد الناصر المودع، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفتي من المنامة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. كل التحايا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، كما هي لكم من معد هذه الحلقة محمد عبد المغني وكل الطاقم في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم.